سقوط قذيفه على احد المباني السكنيه في حي الاسال الدمشقي 3/8/2012. الله اكبر عليك يا بشار. وما زالت ألسنة اللهب تشتعل في هذا المنزل. الله اكبر. هذه احدى سيارات المدنيين. الله اكبر. 3/8/2012 حي الأسال الدمشقي. ها هم المدنيون يتسارعون إلى إطفاء هذا المنزل المحترق. الله أكبر عليك يا بشار. قبل الفطور بربع ساعة. قبل الإفطار بربع ساعة. قبل موعد أذان المغرب. لعنك الله أيها المجوسي الكلب.